وانا كنت بعمل بحث في مرة وكده، فكنت بقرأ عن زواج المتعة، ايوه فلقيت اقوال بتقول ان هو مش حرام، ودخلت على كتاب لقيت ان هو فيه حديث اخرجه احمد ومسلم والبيهقي من كتاب الصداق، باب ما يجوز ان يكون مهرا. قال جابر: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سبحان بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، يعني نهى عن ذلك. وعند مسلم في رواية: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عمر عن ذلك. تمام. إيه مدى صحة هذا الكلام؟ طيب حاضر، يعني انت دلوقتي بتسألي عن زواج المتعة حرام ولا حلال، وبتسألي عن صحة هذا الحديث. تمام. بشكرك شكرا جزيلا. نقول السؤال تاني يا شيخنا. هي بتسأل عن زواج المتعة، بتقول كانت بتعمل بحث عنه وعرفت ان هو مش حرام واستندت بحديث ذكرته على لا، الهواء. يعني زواج المتعة زي بتعمل بحث الأخت وهي يعني من أهل البحث، فأولا عليها أن تقرأ في تفسير قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، سورة نعم. النساء. تمسك كتب تفسير آيات الأحكام، زي تفسير الأحكام القرآن للقصاص، لابن العربي، للكيا الهراسي، وهتلاقي فيه كلام مهم جدا في الموضوع. والأهم في كل ده، إذا عايزة يعني بحث مهم جدا، تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا، أيوه هذه الآية تحديدا، تمام، لأن ردد على نصوص الشيعة والنصوص التي فيها. وتقرأ في زاد المعاد لابن القيم في غزوة خيبر وما فيها من فقه، ستجد من باب التحريم فيه، ستجد أنه في هذا اليوم حرمت لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، أيوة الاثنين مع بعض في يوم واحد، نعم، فئة القدور وحر. واللي روى الحديث مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. الأمة الشيعة بيحللوا المتعة، أيوة طبعا، على مذهب الشيعة يعني. فلا، نكاح المتعة ليس عليه دليل قوي على إباحته. ماشي، في رأي قلبي، لكن في النهاية الزواج، احنا اذا احنا بنرفض في الزواج ان واحده تقول عايز اتطلع عشان اخد معاش ابويا، ما بقبلش بالكلام ده. ايوه، ان الزواج في النهايه يجب ان ينتفي عن اغراض التجاره والسلعه. تمام. كرمنا بني ادم وقال: واخذ منكم ميثاقا غليظا، سماه الميثاق الغليظ. ايوه، فكيف هذا الميثاق الغليظ يقوم على اسباب واهيه؟ محتاج اقامه في دوله اوروبيه فاتجوز واحده، محتاج والله مش عارف ايه او متجوز واحده، محتاج يعني أهرب بحاجة معينة فأقوم أتجوز. طبعا الزواج له هدف، المودة والسكن والرحمة، إذا انتفى ما بقاش يعني انتفت عنه أهدافه. نعم. نكاح المتعة يعني في امتهان للمرأة يعني، تمام، مؤقت ولا تأقيت، ولذلك النكاح في عند أهل السنة يبطل بنية التأقيت. أيوة. إنما مقصود به التأبيد. قال: طب مش هنطلق؟ لا، هتطلق، بس نيتك وانت بتتجوز ايه؟ عايش. تمام. فترجع لاخت مدام بتقول انها بتعمل بحث، وترجع لكتب بقى الفقه الشيعي، يعني بحار الانوار او جواري الخلاف للطوسي او الاستظهار، او ترجع لبقيه الكتب، او يعني القول المفيد ل يعني نسيت اسم يعني احد ائمه الشيعة اللي كاتبه، زائد المراجع اللي حضرتك قلتها اللي هو تفسير المنار. لا، عشان تشوف الفقه الشيعي بناء عليه. ايوه تمام. تقرا فيه ستجد، وتقرا يعني كذلك في الموسوعه الفقهيه الشيعيه، يعني اصدرتها ايران في عده اجزاء، تقرا فيها، وتقرا في الموسوعه الفقهيه الاسلاميه متعه، تقرا في حكم زوج، فتجمع في بحث كامل هتجد القصه فيها نقاش وكلام مهم جدا في مساله الزواج المتعه يعني، وهل يصح نسبته الى ابن عباس ام لا. واكتر واحد فصل في القصه دي زي ما قلت الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار في تفسير الايه في سوره النساء. جزاكم الله خيرا يا شيخ.